قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول أخ السائل: حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، سنده ضعيف لكن معناه اقتصد في المحبة، لا تغالي في حب شخص، فقد تحصل بينك وبينه خلافات، كيف تعالج السناء الذي أثنيت؟ ولا تبالغ في بغض شخص فقد يصبح وليا حميما، كيف تعالج أمرك معه وقد أصبح وليا حميما وأنت سببته وشتمته؟ هل هناك لفظ أفضل من قول اللهم أنت تنادي به على الله عز وجل؟ هل هناك لفظ أفضل من قول أنت تنادي به؟ الأخ كأنه يعاقب على قول اللهم إنك تنزل إلى سماء الدنيا تقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يدعوني، من ذا الذي يسألني فأعطيه. الأمر قريب في ذلك، وقولنا أن الله ينادي لها شواهدها، فالله ينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، فالنداء وارد. ناداه ربه أيوب: ألم أكن أغنيتك؟ قال: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. هل هذا ورد؟ الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض. هل هذا ثبت عن رسول الله؟ لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل عقيدة الأشعريين عقيدة أهل السنة؟ بلا شك لا، في باب الصفات يختلفون بلا شك. هل يجوز الدعاء على الإعلاميين الذين يطعنون في سنة النبي ويشوهون جمال الإسلام؟ نعم يجوز الدعاء عليهم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فرجل تعمد أن يلبس على الناس أمر دينهم يجوز الدعاء عليه، ففتنة الناس أشد من قتلهم. رجل طلق امرأته أكثر من طلاق معلق، هل يخرج كفارة واحدة؟ لا، على كل مرة كفارة. هل من السنة طبخ العقيقة والدعوة إليها أم توزع على الفقراء لحما غير مطبوخ؟ الإمام الشافعي يقول: هو طعام، طعام العقيقة طعام، إن شاء دعا له وإن شاء قسمه. ومالك، الإمام مالك رحمة الله عليه، يجنح إلى أنها توزع، لأنه يقول إن الدعوة إلى العقيقة لم تؤثر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. يقول: ما علاج السحر والمس؟ ارق نفسك واذكر الله، الرقية والذكر والدعاء، ليس هناك شيء آخر. يقول: حديث اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك سند ضعيف، هل يعني أن أترك العمل به؟ إن عملت به كوني في فضائل الأعمال فلك سلف، وإن تركت واقتصرت على الصحيح فأيضا هذا رأي الأكثرين، أو هذا رأي كثير من أهل العلم. ما النصيحة التي تقدم لشاب لم يتلقى العلم في ظل ما يحدث من أزمات؟ عليه أن يحرص قدر استطاعته على العلم، إنه يستنير به. قد جاءكم بصير من ربكم،
يقول: هل سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أم حسن؟ هو حسن إلا ما استنكر عليه، يعني هذه السلسلة حسنة، لكن إذا استنكرت عليها بعض الأحاديث فنحن مع كل حديث بملابسات المحيطة به. كثير من الناس يشتغل وردية بالليل فيضيع صلاة الظهر والعصر والمغرب في النوم، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، حتى وردية الليل ستنتهي الفجر، بعد ذلك نم من الفجر يا أخي للساعة 12 ظهرا، كفاية عليك الساعة 1 ظهرا، لكن تترك الظهر حتى يخرج وقته والعصر ليس لك مبرر. إذا كان النمل يؤذيني هل يجوز قتله؟ لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة. هل تجوز التلبية بصوت واحد جماعيا في الأتوبيس أثناء الذهاب للعمرة؟ نعم تجوز، نعم تجوز، إنها من مقتضيات رفع الصوت بالتلبية، والنبي قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد ارفع صوتك بالتلبية فإنها من شعار الحج. أتاني جبريل فقال: يا محمد ارفع صوتك بالتلبية فإنها من شعار الحج. يقول: لو أعطاني شخص مالا لأستخدمه في أعمال خيرية أخذت منه جزءا احتجته لحين أتقاضى راتبي وأرده، هل هذا جائز؟ لا يجوز، أنت مستأمن، بارك الله فيك. قال أحد الدعاة: من لم يغير المنكر فعليه اسم نفس اسم الفاعل. هذا لا يصح الكلام، هذا لا يصح، لأن النبي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل يجوز وضع الماء المقروء فيه للعلاج على النار واستعماله في الطبخ والشاي؟ يجوز، لكن أنا ما علمت أن النبي قرأ على ماء، هل وقف أحدكم على سند ثابت في أن النبي قرأ على الماء؟ ما وقفت على شيء من ذلك. القنوت في صلاة الفجر ما حكمه؟ في وقت النوازل يستحب، هل في القتل العمد دية؟ في القتل العمد دية، إن قبلها أهل المقتول فالحمد لله يجوز أعطاهم من الدية. يقول: لماذا لم تردون على فلان البحيري؟ فرددنا، الحمد لله موجود الرد في عدة مواطن الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.